بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوان، درسنا اليوم في موضوع من أهم الموضوعات التي يحتاجها المسلم لا سيما في هذه الأزمان، وموضوعنا هو حسن الظن بالله جل وعلا. وحسن الظن بالله هو كمال اليقين، كمال اليقين بحسن موعود الله جل وعلا ورحمته وكرمه وإجابته دعاء الداعين وقبوله توبة عباده إذا تابوا وأنابوا إليه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا حسن الظن بالله هو من علامات الإيمان، وخلافه القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله أمر محرم، وهو من أعمال الكافرين. يقول الله جل وعلا عن نبيه لوط، قال عن نبيه إبراهيم عليه السلام، قال: ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال عن نبيه يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس، قال: لا تيأسوا من روح الله، لا ينقطع أملكم ورجاؤكم بالله جل وعلا. فهذا يعقوب عليه السلام، ذهب يوسف، ثم ذهب بعده أخوه الأصغر، ثم ذهب أخوهم الكبير، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ويقول يعقوب عليه السلام: فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم أمر أولاده بالبحث عنهم فقال: ولا تيأسوا من روح الله، لا ينقطع أملكم ورجاؤكم بالله جل وعلا. ومن أعظم الأمور التي يختل فيها الظن بالله جل وعلا هو عند الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. فهذا الوصول إلى هذا الحد هو من سوء الظن بالله جل وعلا. إذ أن الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا وعد الله جل وعلا، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فهو في أمور ثلاثة، إما أن يستجاب له، أو أن يعطى من الخير مثل ما سأل، أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، فهو في خير لا محالة. فلذلك من حسن ظنه بالله جل وعلا علم أن دعاءه محقق، وإن لم يتحقق عين دعائه فإن الله جل وعلا قد اختار له ما هو خير من إجابة دعائه. متى معاشر الإخوان يحسن العبد ظنه بربه؟ إذا كمل إيمانه. الآن حينما يكون عندك أمر من الأمور وترسل به رجلا، تحقيق هذا المطلوب من هذا الرجل في نفسك بقدر إيمانك بقدراته وعلاقاته ومعرفته وحذقه. كلما ازداد يقينك بقوة هذا الرجل وقدراته زاد يقينك بتحقق مطلوبك. وهكذا مع الله جل وعلا، العبدان يدعوان الله جل وعلا، لكن يختلف اليقين بينهما كما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوان، هناك صفات لله جل وعلا تأملها. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه العليم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من حالك ولا حال أي مخلوق في هذه الأرض. قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فحينما تدعو قد يكون من الحكمة ألا يستجاب لدعائك وألا يحقق مطلوبك، لكن من الحكمة أن يدخر لك أجرها، أو من الحكمة أن يصرف عنك من السوء مثلها. الله جل وعلا قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. الله أحياناً العبد
أو الولد أو الشخص يطلب من والده طلبا فيقول أبي يحبني ويريد أن يحقق الأمر لي لكنه لا يستطيع، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله جل وعلا أرحم بالعبد من أمه، الله جل وعلا أرحم لله أرحم بأحدكم من أحدكم في على دابته في أرض فلات فذهبت منه فجلس ينتظر الموت فرآها بين يديه ثم قال أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله جل وعلا يفرح بتوبة عباده ويرحم عباده. طيب، إذا علمنا وتيقنا أن الله جل وعلا عليم وأن الله قدير وأن الله حكيم وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، إذن ما فاتك من أمورك فهي عند من اتصف بهذه الصفات العظام. إذن فالله جل وعلا اختار لك خيرة من أمرك. يبقى عليك ماذا؟ يبقى عليك أن تحسن الظن بالله، تحسن الظن بقدرته، تحسن الظن بعلمه، تحسن الظن بحكمته، تحسن الظن برحمته لك. يقول الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل وعلا لا يتلذذ بأذية عباده، لكنها لحكمة أرادها، لحكمة أرادها الله جل وعلا. لذلك من سوء الظن بالله أن العبد يعتقد أن الله يخذل عباده المؤمنين، أن الله جل وعلا يديل الكافرين على المؤمنين طيلة الزمان. لا، لكن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ويختار منهم شهداء، وهذا لا بد فيه من قتل، لا بد فيه من حروب. الله جل وعلا يبتلي عباده ليعلم الصابر من غيره، ليعلم المؤمن من المنافق. هذه الحكم تفوق ما يصيب العباد من اللأواء، تفوق ما يصيب العباد من الفقد، تفوق ما يصيب العباد من الحروب وآثارها، من الزلازل، من البراكين، من غيرها. لله جل وعلا حكم تفوق تفكيرنا، تفوق تصوراتنا، الله جل وعلا أعلم بها. معاشر الإخوان، حسن الظن بالله جل وعلا أنه يجازي عباده المؤمنين، إن أحسنت فالله جل وعلا مجازيك بالجنة. الله جل وعلا يجازي أهل الإحسان بالحسنى، وكذلك يعاقب من ترك أمره وعصاه بالنار. لكن أن تجمع بين حسنك بالله جل وعلا وتسيء العمل فهذا من مكائد الشيطان. متى تحسن الظن بالله؟ إذا أحسنت العمل. لا يجلس العبد على أريكته تاركا للصلاة، آكلا للمال الحرام، مقترفا للذنوب، آكلا للربا، ظالما لعباد الله المؤمنين ثم يقول الله غفور رحيم. هذا استخفاف بالله جل وعلا. الله جل وعلا توعد من عصاه بالنار، توعد من أكل حقوق عباده بالعذاب. فلذلك حسن الظن بالله أن تحسن العمل لتجازى بالحسنى. هذا هو حسن الظن بالله. عند الممات فالعمل قد انتهى، عند خروج الروح الأعمال لا عمل ولا توبة. هنا يجب أن يعظم الرجاء بالله جل وعلا، أن يعظم الرجاء، أن تتكل على الله سبحانه وتعالى، أن تثق بموعود الله سبحانه وتعالى. فلا توبة تنفع اليوم ولا عمل ينفع اليوم، لن ينفعك إلا رجاؤك بالله جل وعلا. والعبد يبعث على ما مات عليه. إن مت على حسن الظن بالله بعثت عليه، وإن مت على سوء الظن بالله والعياذ بالله بعثت عليه. ففي حال الصحة والسلامة يجب علينا أن يكون العبد بين حسن الظن بالله جل وعلا وأن يخاف أثر ذنوبه. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، إنما نحن الظالمون. فتخاف من ذنوبك، تخاف من سيئاتك أن تبتلى بها، ومع ذلك تحسن الظن بالله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى سيهديك، أن الله جل وعلا سيرزقك التوبة، أن الله سبحانه وتعالى سيقبل توبتك. هذه هي حال المؤمن. أما في حال الموت والإقبال على الدار الآخرة فيجب على العبد أن يحسن الظن بالله، وأن يوصي من حضر وفاته بحسن الظن بالله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات. أسأل الله سبحانه وتعالى
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان به. اللهم إنا نسألك كمال الإيمان، اللهم إنا نسألك كمال الإيمان، اللهم إنا نسألك معرفتك حق المعرفة والعلم بك حق العلم، اللهم إنا نسألك شكرك حال الرخاء وحال الشدة، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، اللهم نسألك اليقين والعافية، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.